قالت فريضة أو فرض الصيام؟ الصيام فرض في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، هذا بإجماع أهل العلم، ولم يكن الصوم قبل الهجرة مشروعا، وإنما كان يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم كان صومه واجبا على المسلمين، وقد صرحت النصوص الشرعية بذلك على أن صيام يوم عاشوراء كان واجبا قبل الهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بالصيام. وبالمناسبة هنا يعتقد كثير من الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام صامه لأجل أن اليهود يصومونه، وهذا غلط، هذا ليس بالصحيح. الصحيح بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بصوم يوم عاشوراء، فلما هاجر من مكة إلى المدينة وجد اليهود يصومون. معلوم بأن مكة لم يكن فيها يهود، وإنما اليهود كانوا في المدينة، كانوا في المدينة، كانوا يعني يشكلون أحلاف للأوس والخزرج وهم طارئون على المدينة. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وجد اليهود يصومون، فسألهم مستغربا الموافقة العجيبة في صومه لعاشوراء وهم يصومون، فقال لماذا تصومون هذا اليوم؟ فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، فقال نحن أحق بكم من موسى. فيظن بعض الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صامه موافقة لليهود، هذا ليس بصحيح، أو موافقة لأهل الكتاب، هذا ليس بصحيح. الصحيح بأن الله تعالى فرض عليه صوم يوم عاشوراء، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن اليهود يصومون، فلما هاجر إلى المدينة وجدهم يصومونه سألهم هذا السؤال الذي فيه نوع تعجب، كيف تصومون هذا اليوم ولماذا وما الدافع؟ فأخبروا بذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بكم من موسى. ثم بعد ذلك نسخ صوم يوم عاشوراء فأصبح سنة بعد أن كان واجبا، وفرض صيام شهر رمضان المبارك، وهذا هو الشهر العظيم الذي يقع كما ذكرت بين شعبان وبين شوال، فرض صيام هذا الشهر العظيم. الخلاصة بأن صوم شهر رمضان فرض في السنة الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ونبينا عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات فقط في حياته عليه من ربي أفضل الصلاة وأتمها.